بعض الآباء يمتنعون من تزويج بناتهم لسبب قبلي أو أن الخاطب فقير مما يتسبب في عنوس المرأة، فما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتي لهؤلاء أن يجعلوا أنفسهم مكان هذه الإبنة، ولو جعل كل أب مكانه مكان ابنته لما تردد في تزويجها. فليقل الأب لنفسه: لو أنا تقدمت لخطبة امرأة أأرضى أن أرد بسبب اختلاف القبيلة أو بسبب كوني فقير؟ لا يرضى. فإذا لا ترضاه لنفسك، كيف ترضاه لفلدة كبدك ولابنتك التي هي بضعة منك؟ بل لا ينبغي أن ترضاه لأي مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعندما يتقدم إليك رجل ذو دين وذو خلق، فالواجب عليك أن تسهل الأمور للتزويج. أما النظر إلى مسألة الفقر أو الشهادة أو نحو ذلك، فهذا مما يؤدي إلى تعطل هذه السنة الفطرية التي فطر الله الناس عليها، ويؤدي إلى أمراض اجتماعية خطيرة، يؤدي إلى انتشار الفاحشة والعياذ بالله، ويؤدي إلى وجود الأمراض النفسية من ضيق وكرب واكتئاب لدى المرأة، لأنها تحرم من أمر فطري لا غنى لها عنه، كما أن الرجل لا غنى له عنه. وفي هذا الزمان مع تفشي العنوسة، ينبغي للأب أن يكون حريصا على التزويج ما وجد إلى ذلك طريقا. وعندما يجد هنالك ما يمنع من الزواج من مانع شرعي معتبر، فأيضا يؤمر أن يطيب خاطر هذه الابنة ويبين لها حرصه على تزويجها لولا الموانع الشرعية التي تمنع بينه وبين تزويجها بمن تريد الزواج به.